طول عمري ما اخذت زي ذا العسكري والحين ببلاش يجيني. انا اكل زي ذا العسكري والله دنيا تلف 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 وتطيح. هذه حق كبار الشخصيات يا باها لي قالوا هذه لابو فدي. ها هذا السوبر فايزر حقي راج اسمه وياخذ عسكري من عندي هديه هديه على حسابي ذي على حسابي. لا بعد باقي شيء يا ولد الديره خليهم يشوفوا. ها لعيونك يا ابو الفريه ذا. ها الله يسلمك. انا ناسي بعد قلبي. انا ناسي يا شباب ما نقدر عليك يا بعد قلبي يا ابو الفريه والله. الله يحييك ويغنيك. الله يخليك يا ولد الديره والله بس كذا كفى. اللهم لا حسد لا تفرقهم. اي والله. ومع احلى صديق يونس من الحليله. حسين اسف اسمه حسين من الحليله. كبار الشخصيات ما ناكل الا بمعالق. ها عيونك يا ولد الديره استاذ بخير بعد قلبك. عيونك يا ولد. تسلم تسلم. من هنا وفجاه شوف يونس. يونس تبغاه؟ مرحبا. عاد اكل يا يونس. اكل يا يونس عاد جواها. على حسابي كلكم يا شباب. والله ما تقصر بعد قلب الفيديو والله. اكل بعد قلب والله تسلم على الكنتينر رجعنا اليوم والله. الله يسلمك. يا شباب اللي ما شبع لا يطلع. هذه من عندي. في جديد يا شباب. كبار الشخصيات لك يا ابو الفدا. الله يحييهم ويسلمهم. حبيبي الله يحييك. الله محييكم يا شباب. الله يحييك. اذا ما شبعتوا في ليله ثانيه عاشر. اليوم عازم الشباب على بوفيه مفتوح. يا شباب انتم اليوم مدعوين على بوفيه مفتوح على حساب بوفيدا. واي واحد ما يشبع ما يمشي. ذبايح حي بلكم لو تبوا. صبرنا على الرقوق وعلى الضيم مو عشان انفسنا عشان اللي في البلد ينتظرونا وينتظروا رجعتنا. يا رب انخاك لا تحرمني من الشي اللي اتمناه لك. زز 2011 بأس الاس لون اسود. الصبر مو اي واحد يصبر. في ناس تفيخ وفي ناس جوعانة ومن تشبع تكفر. الصبر مشتهي ريحة الحسى وضيقة شوارعنا وأذية عيال حارتنا ونصبر. باكر أودعهم وأروح شايل بقلبي جروح. عيونك يا ولد الديرة صيد ما في إلا صيد الحين بطلع لك يا روح. بصيد حوت أنا. الحوت مشينا على الصيد بصيد حوت انا ناوي وحالف ما ارجع الا بحوت او سمك الكنعان. يا يمه اليوم عازم الشباب على صيد سمك وعشان ايش بس هالصيد كله. بسوي لي عصير توني صاحي وبسوي لي عصير برتقال ادمان استعداد للبلد. من اللي جرب هذا الاحساس يا شباب يقعد على البحر وفي يده عصير برتقال طازج. هذا البحر ها. عشان اخر الليل رز. هذه حاله زيادة شكل زيادة شكل ما في بخيل. نو نو ذيس ايس ذيس وان نو نو جود يس يس اي يس يس اوكي اوكي. ولا اليوم بعد جايب لنا تفاح. ايوه
ذا عصير برتقال طازج وذا كوكا، وين اللي ودك فيه؟ الطازج لو الكوكا؟ الليلة الوصول على البلد يا جماعة، هلا هلا في العصيدة عقب صلاة العشاء الساعة 8 عند الدوار. الشباب مش جاهزين للنزلة، بس ثقال دم التصوير يعني شوي. ما في احد ما تعرف تسوي عصيدة، نبي صحن عصيدة بفلوس يا ابوي بحقه. لا قلبه هذا وجهه اسود وقلبه ابيض. اي والله انا اشهد والله. اليوم ننزل الحسي وبنعوف هالدلع والدلال، وبقعد عند باب البيت ادور الريال. وش ذا الدلع، وش ذا الزلط لا اليوم الطبخ عجيب. اليوم برياني هندي. اليوم الكامبوس مدلعنا اليوم. يوم الجمعة بس يدلعوني. برياني هندي ذي، هذه ألف طبخة في الدنيا. دود. حي الله علي المزيدي وياي في العمل واحسن واحد فيهم. الله الله. كلمة حق ما ينزعل منها.